تحت رمسيس الثاني كان عندهم ورع بالحضارة المصرية القديمة، فعندهم حصل ثورة في المعمار، بنوا وشيدوا ورمموا الآثار اللي كانت موجودة. في الدولة الحديثة ابتدى يحصل حنين للماضي، زي ما إحنا بنبص لآثارنا هما كمان كانوا بيبصوا عليها. لقى ملوك الدولة الحديثة إن ملوك الدولة القديمة كان عندهم عظمة، ابتدوا يرجعوا لكل اللي كانوا مكتوب، حتى ابتدوا يدرسوا للطلبة في المدارس الحاجات اللي كانوا بيتعلموها زمان. بقى حصل فيه تقديس لأمنحوتب باني هرم زوسر. هنلاقي كمان مع وقت التشييد المعماري ومع الترميم بدأ كل ملك يحط عليه الخرطوش الخاص بيه مع الملك التاني، هو في هيئة أبو الهول. هنلاقي في المقدمة هنا خرطوش أمنحوت الثالث. هنقرا مع بعض خرطوش ميرن بتاح. هنلاقي هنا ميرن بتاح قاعدة 2-3-1. ميرن يعني محبوب، بتاح اللي هو المقدس بتاح، فهو محبوب بتاح. بعد كده هنلاقي حتب حر ماعد. حتب هو راضي، حر بي، ماعد هي العدالة، الراضي بالعدالة. وهنلاقي صيغة التمني اللي كان دايما بيكتبها المصري القديم بعد الألقاب الملكية، اللي هي دي عنف جت. دي يعطي عنف الحياة، جت الأبدية، فليعطيه الحياة الأبدية.